وصباح الخير عليكم. انا وليت جيت عاود اليوم مانيش خدام، نديرو فيديو شويه نبدل على العاده نتاع الكيران ونتاع بارازيت نتاع المطارات. اليوم راني في القهوه، هذه المحليه هنايا سميتها كوستا. كوستا هذه قهوه ايطاليه مشهوره بزاف في لانجلتير، بداوها زوج نتاع اخوه ايطاليين في 1971. اليوم راها ارشي ملياردير كومباني وجايه في جميع انحاء العالم، كتكون في اي دوله كاينه. دابا يدخلوها للمغرب الا ما تكونش كاينه ديجا في الغرب ولا في كازا ولا. القانون اليوم 24 جويلية 2020، خصك تدخل بالماسك، الا ما كانش الماسك ما يدخلوكش. ملي تدخل تقلع الماسك الا بغيت باش تاكل ايفيدامون. والقانون يقول هنايا يدخلوا غير زوج على فوا، زوج الناس في نفس الوقت، ما كاش اكثر من زوج، الباقي يستنى برا. فوالا قهوة زوينة نقية هنايا. وي اوكي صافي، هيا تهلاو في راسكم، الى فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى.